ممكن تخوض تجربة التمثيل بعد كده بشكل أكبر إن أنت تعمل أعمال بطولات. أنا مش بطل فيلم يعني، ما أعرفش إذا كنت دنفع ولا لأ، لكن كل الأعمال اللي أنا شاركت فيها بشارك بشخصية حقيقية. يعني مثلا في ريفو أنا طلعت حسام حسني، اشتركت زمان مع عمرو دياب في عز كريم في جليم اللي هو برضو فنان من الفرق بتاعت عمرو، لكن انا ما اعرفش اذا كنت انا هينفع ابقى بطل ولا لا. شفنا الفترة اللي فاتت اللي هاشم وكسرت الدنيا طبعا في عمر افندي، فشفت ازاي الموضوع ده كان شعورك؟ وانا مسجل الغنوة لاحمد حاتم تحت اشراف، يعني احمد حاتم ممثل كويس جدا ومؤدي كويس جدا وادى الغنوة باحترافية ضمن الدراما بتاعت المسلسل. يعني ما هيش غنوة في البوم هتنزل، لا احنا تبع دراما بتاع مسلسل، عرف يوصل ده للجمهور بطريقه ادائه. الاستاذ المخرج عبد الرحمن ابو غزاله صور الكليب حلو جدا جدا، اشتراك بقيه الفنانين في الكليب ساعدت حدود الافعال عليها. طبعا يعني، بس احنا كنا متوقعين ده يعني، لان الغنوه قبل المسلسل هي اصلا ترند ما بتموتش يعني. شفت ازاي انها لسه عايشه لحد دلوقتي الاغنيه لحد يومنا هذا، ولسه بتطلب وتعمل منها ريميكسات، وهل ده بيحمسك مثلا ان انت تعمل كل بعد ريميكس تاني بشكل تاني بتوزيع تاني؟ بس انا من مدرسه الشيخ سيد درويش اللي هي المدرسه التعبيريه، وزي ما انت عارف اغاني السيد درويش عايشه بقى لها 100 سنه واكتر، فانا من محبينه ومن مدرسته، وانا والاستاذ عنتر الرن كنا قاعدين بنعمل الاغاني دي، كنا بنتمنى ان هي تفضل عايشه مع الاجيال. عشان كده احنا بسطنا الكلمه وجبنا كلام جديد كل الناس تفهمه، وبسطنا الجمله الموسيقيه بحيث ان هي يعني تقدر كل الاجيال تفهمها، وكنا بنتمنى من ربنا ان ده يعيش مع الناس. يعني اغانيك ممكن ترجع زي ده بايه من اغانيك؟ يا ريت يعني. ايوه ايه الاجن اللي انت يعني؟ انا لا عندي كل البلد بتحبك، وعندي لولاش، وعندي انا بحبك وغيرك انت نوبادي، وعندي انت فين دلوقتي، عندي حاجات كتير. شفنا حضرتك في ريفو، وشفناك كمان في احمد حاتم، فكلها اعمال كمان ممكن تكون لشباب لسه بيطلعوا، فانت بتكون حريص انك تدعم الشباب. انا طبعا بدعم الشباب. انا فريفو اصلا قدمت مع امير عيد اغنيه انا بحبك وغيرك انت نوباتي فردي، نزلناها قبل كده على اليوتيوب، وكنت سعيد جدا ان انا اشتغل مع ريفو، لان التيمه الرئيسيه ريفو النوستالجيا، وفكرني بايس كريم في جليم ايام ما عملناها مع عمرو دياب. ايه الفرق بين المزيكا دلوقتي والمزيكا زمان؟ الفرق ان دلوقتي بيستخدموا التكنولوجيا الموجوده، يعني في ناس بتقول ان نفس المحتوى ممكن تستخدم رسم صوتك في الذكاء الاصطناعي. لا 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 حميد الشاعري عمل، الاستاذ حميد الشاعري طبعا حر ويعمل لو شايفه، لكن انا لما بعمل اغاني دلوقتي بعملها تحت اشرافي وبرؤيتي، لكن حين لما يحضرني الوفاء رب العباد يطلبني يعني، واي حد هيشتغل بس ما اعرفش هيعملها ازاي. شكرا شكرا شكرا. موضوع الذكاء الاصطناعي ملعب باتر ده تزوير، وتزوير في الهويه، وتزوير في كل حاجه، ممكن يخليني اغني كلام غير مناسب، كلام نازل عن السوق العام. كلام قبيح ما ينفعش. حضرتك لما قالوا جيل التسعينات مين اللي قال جيل التسعينات؟ مين اللي قال؟ مين اللي قال؟ مين اللي قال؟ النهارده اكثر ناس شغاله في السوق مع احترامي لكل الناس استاذ حميد الشاعري والاستاذ ايهاب توفيق، الحمد لله انا شغال، استاذ هشام عباس، استاذ مصطفى، احنا اكتر ناس واعلى الدور. بالمناسبه لما تلاقي افراح وحفلات فيها ناس تانية غيرنا، اعرفوا ان الناس دي ما قدروش يدفعوا لنا اجورنا، عشان كده ما جابوناش.